السيء يطرده فطن وأمين ذو صدق وحكيم فيما يقصده وشجاع لكن في حلم وأناة فعال تعضده وعفو لكن في عز لا في ذل يتهدده أجمل بوفاء شيده وعفاف قل مشيد لا يخطو نحو مذممة شلت عن إجرامي يده صمم عما لا ينفعه لا يبصر ما لا يسعده أمار بالعرف المنجي نهاء عما يفسده ويؤدي الحق لأهليه لا يبطئ فيه ويجحده ويشمر عن ساقي جد يدعو من ضل ويرشده يحبو ذا الحاجة في عجل ببشاشة وجه ينجده رأس الإكرام ومعقله ومعين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده ويذيع الله.